السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدين الكرام لاستعراض أبرز ما جاء في طيات الصحافة المحلية لمملكة البحرين لهذا اليوم الأحد الموافق للرابع عشر من شهر نوفمبر لعام 2021. تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، نقل صحيفة الوطن أن اللجنة الأولمبية البحرينية دشنت نظاما إلكترونيا جديدا لإدارة طلبات الأندية والاتحادات الرياضية الفنية والمالية للمشاركات الخارجية في مختلف الدورات والبطولات الرياضية، مما يسهل عملية إصدار الموافقة على تلك الطلبات. بيّنت صحيفة الوطن أن الدكتور عبد الحسين ميرزا رئيس هيئة الطاقة المستدامة ومحمد البن فلاح الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين قاما بالتوقيع على اتفاقية تعاون مشترك بين هيئة الطاقة المستدامة والشركة، وذلك في إطار تكامل الجهود الوطنية والتعاون بين القطاع العام والخاص لتشجيع الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة وحلول وتقنيات تحسين كفاءة الطاقة. على هامش مؤتمر احتفالية اليوم العالمي للسكري، كشفت استشارية طب العائلة ورئيس عيادات السكري المركزية بوزارة الصحة الدكتورة حنان حميدان في تصريح لصحيفة الوطن، كشفت على أن نسبة الإصابة بمرض السكري في مملكة البحرين تصل إلى 15%، مشددة على ضرورة زيادة التوعية بأخطار مرض السكري، منوهة إلى أن مملكة البحرين من الدول التي تسجل نسبة إصابة كبيرة بالمرض على مستوى العالم. صحيفة البلاد نقرأ أن نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة ممتلكات الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة أعلن عن إعادة افتتاح ساحل بلاد الجزائر للعامة اعتبارا من يوم أمس السبت، والكشف عن الهوية والعلامة التجارية الرسمية الجديدة لهذه الوجهة الترفيهية. البحرين تفتح أفقا جديدا للسياحة، بهذا العنوان نشر صحيفة البلاد مقالا لرئيس تحرير صحيفة البلاد مؤنس المردي، فإلى هذا المقال. شرفنا معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة ممتلكات، وفي حضور سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، بأن كنا كرؤساء تحرير بمعيته في جولة ميدانية بمناسبة إعادة افتتاح ساحل بلاد الجزائر للعامة للكشف عن الهوية الجديدة لهذه الوجهة الترفيهية المهمة، واطلاعنا كذلك على المنتجع الذي سيتم افتتاحه منتصف العام المقبل جميرة خليج البحرين، وما يؤكد أن للمواطن دوما الأولوية القصوى في رؤى وتوجيهات عاهل البلاد المفدى الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، وفي الجهود الضخمة التي يقودها بكل براعة واقتدار صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله، وأن الاستثمار الحكومي موجه بالأساس لخدمة المواطنين. مشروع بلاج الجزائر من أهم المشاريع التنموية، إذ سيحول شاطئ البحرين إلى وجهة بحرية عالمية وإضافة كبرى للمشاريع الجبارة، وسيمثل نقطة سياحية جاذبة للمواطنين والمقيمين والزوار ورافدا مهما من روافد الدخل، وله مردودات إيجابية هائلة في خدمة المواطنين ورفاهيتهم وفي تنمية السياحة الداخلية. نطالع من صحيفة البلاد أن المهندس حسام خلف وزير الأشغال والشؤون البلديات والتخطيط العمراني أعلن بأن الوزارة ستقوم بتنفيذ أعمال التشجير والتجميل على شارع جنوب البحرين الدائري الممتد من تقاطع دوار شارع خليج البحرين شمالا حتى منتجع جميرة خليج البحرين جنوبا، وذلك في إطار الإعلان عن مشروع بلاج الجزائر ومنتجع جميرة خليج البحرين.
إلى صحيفة أخبار الخليج، والتي نشرت أن المهندس وائل مبارك وزير شؤون الكهرباء والماء أكد أن هيئة الكهرباء والماء نفذت مشاريع لتلبية الطلب الحالي والمستقبلي المؤمل مع اضطراد النمو العمراني لمنطقة الساحل الجنوبي الغربي للمملكة بقيمة تتعدى 21 مليون دينار. ومن جهته ذكر الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء أن الهيئة قامت بتدشين محطة نقل كهرباء رئيسية جهد 220 كيلو فولت ومد خط مياه رئيسي بطول 14 كيلو متر تقريبا. لفت صحيفة أخبار الخليج أن المجلس الأعلى للقضاء أكد على تحقيق العدالة الناجزة بتقصير أمد التقاضي وتسريع الفصل في الدعاوى، حيث عكف المجلس الأعلى للقضاء على تحديد عمر الدعوى بما لا يتجاوز 180 يوما منذ تاريخ تسجيلها وحتى إصدار الحكم فيها. بيّن صحيفة أخبار الخليج أن معهد البحرين للتنمية السياسية وبالتعاون مع مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات نفذ خلال شهر نوفمبر الجاري المرحلة الثانية من استطلاع الرأي بشأن الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة، والذي يهدف لقياس وعي الناخبين وتوجهاتهم لانتخابات عام 2022. ننتقل مشاهدينا إلى صحيفة الأيام، والتي بيّنت أن الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد القائد أعلن أن الموعد المؤمل لإطلاق منصة مهارات التوظيف بشكل رسمي هو نهاية العام الجاري. وقال القائد في مقابلة مع صحيفة الأيام إن المنصة ستقوم بتوظيف الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الضخمة وتوظيف سياسة الحوسبة السحابية، وستقدم منظومة حكومية تجمع البيانات الأولية من 12 مؤسسة حكومية. لفت صحيفة الأيام أنه في يوم الثلاثاء القادم سينطلق معرض المجوهرات، والذي يستقطب مجموعة من العلامات التجارية العالمية والمحلية، ويعتبر أحد أهم المعارض في هذا المجال في منطقة الخليج العربي. وسوف تشارك في هذا المعرض أكثر من 550 علامة تجارية للمجوهرات والساعات من 35 دولة. نشرت صحيفة الأيام أن شركة البحرين للاستثمار العقاري إذا ما أعلنت بأن ساحل بلاد الجزائر يستقبل الزوار ابتداء من اليوم وعلى مدار الأسبوع من 8 صباحا وحتى 6 مساء، ويتطلب من جميع الزوار ومرتادي الساحل القيام بعملية الحجز الإلكتروني مسبقا عبر تطبيق تمرن لإصدار قسيمة شراء لدخول الشاطئ بقيمة دينارين لمن هم فوق سن 12 عاما. وإلى فن الكاريكاتير. إلى هنا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم، ولمزيد من الأخبار والمستجدات بالإمكان متابعة القنوات التفاعلية لمركز الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة على الشاشة، كما بالإمكان متابعة باقي برامج إذاعة وتلفزيون البحرين والبث المباشر عبر تطبيق بحرين لايف وموقع بحرين دوت بي. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.